السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب، إن شاء الله الكل يكونون بخير. نكمل محاضرتنا مادة الكمبيوتر أركيتكتشر. المحاضرة اللي فاتت آخر شي كان عندنا الأدريسنج سيكونسز، نكمل الأدريسنج مادة الإنستركشن شلون تتنفذ، ستيبس إن سيلكشن أوف أدريس، شلون نختار الأدريس من الميموري اللي تتنفذ، ميموري ريجستر ريفرنس. عندنا بها ثلاث حالات: conditional uprising تعتمد على شروط المالي للstatus bit، unconditional uprising يعني تتنفذ الانستركشن بالميموري ادريس اللي وراها، يعني البروجرام كاونتر او الميموري كاونتر راح يسوي بلس واحد حتى شنو يزيد الميموري بلس واحد وينفذ الانستركشن بالميموري اللي وراها. السب روتينز يروح الى برنامج فرعي، هسه نجي نشرحهم واحده واحده. الكونديشنال ابرانجينج، ابرانجينج فروم وان روتين تو انذر ديبيندينج اون ستيتس بيت كونديشنينج. مثلا كان عندنا البيت اي اللي هو بنهايه الانستركشن كود، الاي كان يا اما ان قيمته تكون واحد او صفر، اذا كانت صفر فهي تعتبر دايركت ادريس، اما اذا كانت واحد فتصير اندايركت ادريس ميموري. نانا بهيش الحاله تعتبر هذا شرط حتى نجيب الانستركشن من الميموري او نجيب الداتا، سواء كانت الميموري بيها داتا او انستركشن مخزونه بهذه الوحده من الذاكرة. status bit provide parameter information. status bit مالتنا يعني اللي هو مثلا for example الاي اللي هي واحدة من الشروط تحدد لنا المعلومات شلون راح تكون، يعني مثلا بالاي اذا كان صفر مثل ما شرحنا اللي فمعناتها direct memory address، يعني يجيب الانستركشن او الداتا من الميموري المخزونة direct. اوكي، لكن اذا كانت indirect فيروح بالميموري، اوكي يطلع الميموري المخزونة بنفس بالميموري وبعدين يتجه للداتا او الانستركشن المخزونة بالindirect memory address. Information in status bits are tested and action are initiated based on their conditioning one or zero. يعني هنا ندايح على الكونديشن مالتنا، مثلا اذا كان واحد او صفر كل واحدة تعطينا حالة شكل مختلفة للاستجابة، يعني مثلا بالايز اذا كانت واحد اوكي فتصير indirect address، واذا كانها صفر فتكون direct address. ال unconditional branch يعني تستمر بالادريس ميموري اللي عندنا. fixed value of status bit 2 1، status bit مات الميموري يكمل انه هو always يصير واحد، معناها يكمل على الميموري اللي وراها. subroutines، subroutine يطلع من البرنامج الرئيسي يروح البرنامج الفرعي حتى ينفذ المهمة أو يرجع وراها يكمل بالبرنامج الرئيسي. A set of common instructions that can be used in a program many times. وهذه subroutine ممكن تتنفذ أكثر من مرة بالبرنامج حسب أكثر من مرة نستدعيها، مثلا نقدر مرة مرتين ثلاثة، طبعا حسب الحاجة مو إلها، مو حسب يعني انه احنا نستدعيها هي شيء بدون فائدة. each time a subroutine is used in main program a branch is made to the beginning of the subroutine. هنا دا يوضح انه كل مرة نستدعي subroutine طبعا البرانجينج الادريسنج يروح للبداية مال subroutine، يعني نفذ طبعا subroutine من البداية. الموضح الشكل شلون يتنفذ اوكي كفيجر العفو بالاستدعاء اللي شرحناه بالحلقة العفو المحاضرة اللي فاتت. هذا الشكل يحدد selection of address for control memory، سواء كان conditional unconditional
أو سبروتين. هنا نشوف السب الستيتس مال السبروتين ريجستر. أوكي يعني مثلا يدخل الأدريس، يدخل الأدريس من هنا من الانستركشن كود للمابينج لوجيك، يفصله يشوف شلون راح يتنفذ الأدريسنج، يروح للمالتبلكسر حتى يحدد النوعية مالته، أو ويدخل ويا الستيتس بيت مالته حتى يحدد سواء كان دايركت ان دايركت العفو ريجستر ميموري ريفرنس. وراها يروح للكنترول ادريس ريجستر، يحط الادريس بالكنترول ادريس ريجستر التابعة للكنترول يونت، وبعديها من الكنترول ادريس ريجستر يزيد اي الادريس من الكنترول ميموري من الميموري مالتنا اللي هي موجودة بالكنترول يونت. وراها من ينفذ اوكي يروح للمايكرو اوبريشنز شلون نستدعي الانستركشن الثانية او الادريس الثانية. راح يطي هنا سيلكت الستيتس بيت اوكي طبعا حسب الانستركشن اللي اتنفذ او والبرانش ادريس اوكي سواء كان كونديشنال او الانكونديشنال. هنا نشوف سيلكت ستيتس بيت حتى نحدد ان العنوان التالي يكون كونديشنال انكونديشنال او السبروتين. هنا البرانش ادريس ايضا يرجع للمولتبلكسر حتى يحدد لنا الادريس التالي. هنا اذا كانت عندنا سبروتين ريجستر اوكي في هذه الحالة هنا هذه الخطوات راح تتنفذ. طبعا الادريس قبل ما يدخل للكنترول ميموري يروح على الانكريمنتر اللي يزيد العداد اوكي، وراها يحدد يروح للمالتبلكسر ويروح للسبروتين حتى يحدد واحد من عندهم، يا اما السبروتين او الادريس اللي ورا سواء كان كونديشنال او الانكونديشنال. وأتمنى يعني طلاب تقرون المادة أكثر شوية بالكتاب حتى تتوضح الصورة أكثر، لأن الموضوع يعني مشروح بالتفصيل وجيد حتى إن شاء الله توصل الفكرة أكثر.